مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة عالم الأعشاب الطبيعية. سأقدم لكم فوائد تناول التمر مع الحليب. فوائد تناول التمر مع الحليب: يقضي على السموم المتراكمة في الجسم، ويقتل الديدان الموجودة داخل المعدة، ويحد من إصابة الجسم بالسرطان، وذلك لاحتوائه كل من الحليب والتمر على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة. يعالج مرض هشاشة العظام، ويوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما يعزز نمو الخلايا لاحتوائه على الفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم، وبالتالي علاج مشاكل العظام والقضاء عليها نهائيا. يمتاز التمر باحتوائه على كمية كبيرة من الحديد، وهو عنصر غير موجود في الحليب، ويزيد التمر إنتاج مضادات الأكسدة من خلال حامض اللاكتيك الموجود في الحليب المختمر، مما يعزز إنتاج الأحماض الدهنية ومركبات، وبالتالي يزيد نشاط الأنزيمات المضادة للأكسدة التي تقوي جهاز المناعة، ويزيد امتصاص الأملاح الصفراء ونشاط الكبد، ويساعد على امتصاص وطرد السموم منه، ويزيد من نشاط الشخص، ويحسن من صحته، ويمنع من إصابته بالأمراض، ويعالج الأنيميا لدور التمر المهم في زيادة قدرة تحمل الجسم للاضطرابات العصبية وزيادة القوة للجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكر والبوتاسيوم، ويزيد من إضرار الحليب الأم المرضع، لأنه يزيد من إنتاج هرمون البروكاتين الذي يحتوي على تريونين والجليسيلين، يعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويتحكم في مستواه، يحمي من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الخطيرة كتصلب الشرايين، يعالج أمراض المرارة والكبد بفعالية، ويعالج الإمساك المزمن لاحتوائه على مركب بيتا ومركب أتخوا جلوغان، اللذين يزيدان من قدرة الجسم على العمل، يعالج بعض مشاكل الحساسية لاحتوائه على عنصر الزنك المعروف بفعاليته بعلاج العديد من أنواع الحساسية، يقوي العضلات الرحم وخاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل، كما يقلل من النزيف الناتج عن الولادة، يمد الجسم بنسبة كبيرة من السكر والفيتامينات والبروتينات، فيزيد من نشاط الجسم. يعتبر التمر والحليب من أفضل الأغذية للمرأة الحامل لما يحتويه من الفوائد الكبيرة للأم وجنينها: يحرق الدهون المتراكمة في الجسم بسرعة، ويساعد على خسارة الوزن، يستخدم كقناع لتنظيف البشرة بعم، وذلك من خلال وضع 3 تمرات داخل إناء يحتوي على حليب كامل الدسم، ثم يتم إغلاق الإناء بإحكام وتركه في مكان قريب من أشعة الشمس لمدة 2 يوم، وبعد ذلك يتم هرس التمر حتى يصبح خليطا متماسكا، ومن ثم يوضع على البشرة يترك حتى يجف، ثم تغسل البشرة بماء فاتر، فهذا القناع يزيد من نضارة البشرة وإشراقها، ويغذيها وينظفها ويخلصها من الرواسب عند استخدامه باستمرار. الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.